Thank you.
الشباب الصغير، صغار البرشا اللي قاعدين هناك على الاعلام، صغار البرشا اللي قاعدين على الاعلام، اتفضلوا فوق على المدرج. سبقونا ايام كاس العالم وسنتقارب المباراه على شاشه كبيره في ملعب عزيز فهمي في تمام الساعه 9 ان شاء الله، والجمهور كله هيبقى كلنا في المدرجات، مفيش حد هينزل الملعب ان شاء الله. اللقاء يوم الاحد القادم باذن الله في تمام الساعه 9 في ملعب عزيز فهمي لمشاهده نهائي كاس العالم على الشاشة الكبيرة في الملعب. وجود الجمهور شغال.